إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادي عشر بتوقيت الرياض. أنا صهيب شراير وهذه أخبار الساعة. نهاية الشوط الأول بين السعودية والمكسيك في المباراة المصرية، النتيجة 0-0، ولأول مرة بتاريخ كأس العالم طاقم تحكيمي بقيادة نسائية غدا في مباراة ألمانيا كوستاريكا. من البغداد إلى القرشي، داعش فريسة سهلة بيد الأمريكيين، والتنظيم يعلن الخليفة الجديد. من البرنامج النووي إلى الاحتجاجات، بوصلة واشنطن الجديدة تجاه طهران وموسكو تنتقد. من أمريكا إلى أوروبا، تواتر التحذيرات لماسك بسبب تويتر والمطالب محاربة التضليل والالتزام بالمعايير. أسعدتم أوقاتاً، أهلا بكم في أخبار الساعة. وخبر الساعة طبعا يبقى المباراة المصرية بين المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي. إذن الشوط الأول الذي كان صعبا جدا انتهى قبل قليل بالتعادل 0-0. إذن الحارس السعودي محمد العويس يعني أبلى بلاء حسنا وقويا جدا في التصدي إذن لهجمات الفريق المكسيكي، وكانت الهجمات كذلك قوية، ولكن المنتخب السعودي هدد شباك المكسيك في أكثر من مرة دون أن يفلح حتى الآن في تسجيل الهدف. على العموم نتابع الأجواء مع مفادينا ومراسلينا. إذن من لوسيل معنا إذن ليث بزاري، وسيكون معنا من الرياض بعد قليل نواف عزيز، أو بالأحرى ليث سيكون معنا بعد قليل، ولكن نواف جاهز معنا الآن مباشرة من الرياض. نواف أهلا بك معنا. إذن شوط أول يعني صعب جدا والأعصاب فيه مشدودة للغاية، ما هي انطباعات المشجعين حتى الآن؟ نعم صهيب أهلا بك. أكثر من 40 دقيقة كانت صعبة كثيرا على آلاف الجماهير المشجعين للمنتخب السعودي هنا في منطقة فان فيستيفال التي خصصتها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي حولت هيئة الترفيه ملعب جامعة الملك سعود كما تشاهد صهيب إلى منصة مشاهدة كبيرة. ربما كانت تصفيق الجماهير خلال الشوط الأول لحارس المنتخب السعودي محمد العويس الذي استطاع التصدي لضربات أو تسديدات قوية، وربما أيضا هجمات المنتخب المكسيكي على المرمى السعودي هي أيضا كانت تثير الجماهير هنا حقيقة، ترقب حماس وأيضا قلق خاصة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0. لا تزال حقيقة الجماهير تنتظر هنا في هذا الملعب، الآلاف تواجدوا لمؤازرة المنتخب في هذه الأجواء التي تنقل المشجعين هنا إلى أجواء ملعب لوسيل في قطر بشاشة كبيرة وأيضا بتشجيع حماسي. حقيقة لا نزال في الانتظار، وأيضا الجماهير تتواجد أيضا لأخذ استراحة قصيرة والتقاط الأنفاس بين الشوطين للمتابعة والترقب لهذا الفوز. نعم. وحقيقة ربما يكون دعم من وزارة الرياضة السعودية، وزير الرياضة الذي يتواجد أيضا يثير الحماس لدى اللاعبين. وعلى الرغم من ذلك فإن الأداء وفقا لما لتعبيرات الجماهير المتواجدة هنا أداء كبير لدى المنتخب السعودي، معززا أيضا بالأداء أمام منتخب بولندا وأيضا الفوز الكبير على الأرجنتين والذي كان الاحتفال فيه أيضا كبيرا. وبالتأكيد عند فوز المنتخب السعودي سيتحول هذا الملعب أو هذا المكان منطقة فان فيستيفال التي تشاهدونها الآن إلى منصة احتفالات كبرى تستمر إلى نهاية هذا اليوم وفي الأيام القادمة بتأهل السعودية إلى
دور 16 كما نتمنى بالتأكيد. أجواء جميلة جدا عندك في الرياض إذن، وترقب لانطلاق الشوط الثاني. إذن السعوديون وكل العرب يتابعون بشغف وينتظرون هذه المباراة. نذهب إلى لوسيل وأكبر استادات كأس العالم في هذه الدورة في قطر. اليوم المدرجات تكتسي باللونين الأخضر والأبيض مع هذه المباراة المصرية بين السعودية والمكسيك لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي. ليث بزاري، انقل لنا الأجواء من عندك. ليث معي، تسمعني؟ نعم صاحب، أنا في البيت السعودي وليس في ملعب لوسيل. على كل حال نعم، 80,000 شخص تسع صالة أو ملعب لوسيل، ولكن هنا أتوقع الأعداد الخارج البيت السعودي أو خارج البيت السعودي تفوق ذلك، فالكثير منهم إذا أخذنا الكاميرا وتتحدث سويا ونحن نرصد ما يحدث هنا، كثير من الأشخاص الذين أتوا هذه المنطقة لم يبقى هناك سعة لأشخاص آخرون لأن يدخلوا إلى هذا المكان، إلى البيت السعودي. الكثير يعني فضل الانتظار أمام البيت السعودي في فتح البوابة مرة أخرى. ليث، لعلي أطلب منك ألا تتحرك كثيرا، لأنه ظاهر أنه عندما يتحرك الزميل المصور الإرسال يتقطع معنا. إذا يمكن أن تكون ثابتا في نقطة ربما يكون الإرسال أفضل. تفضل ليث. نعم، وهذا ما يحصل يعني صهيب، المكان امتلأ بالمشجعين. نعم. ولا يمكن لشخص أي شخص أن يدخل إلى هذه المنطقة منذ أقل من نصف ساعة حتى بعد بداية المباراة، والجميع طبعا على الكورنيش هنا في قطر في الدوحة. نعم. ينتظر ويشاهد، ومنهم من يستمع إلى الهتافات والصفيق أحيانا إذا كان هناك هدف أم لا، وإذا كان هناك طبعا صار عندنا خبرة يا صهيب. نعم. إذا كانت الهتافات والفرحة أكثر من 30 ثانية معناته هدف، أن هناك هدف سجل. نعم. ذلك وإذا تعالت الهتافات ثم خفتت فجأة فتكون يكون هناك تهديد، ولكن كان هناك يعني هجمات قوية جدا يعني في الشوط الأول، والحقيقة هناك إشادات عديدة بأداء الحارس السعودي محمد العويس لتصديه للكثير من الهجمات. الدفاع السعودي كان قويا، وكذلك هدد شباك الحارس المكسيكي كذلك في هذا الشوط الأول. كيف هي تعليقات؟ والآن في هذه اللحظات يبدأ الشوط الثاني. ليث، هل رصدت أي تعليقات فيما يتعلق بأداء المنتخب السعودي حتى الآن في الشوط الأول؟ الجميع معجب بأداء المنتخب السعودي. الجميع هنا كان يعني النقاش بعد نهاية الشوط الأول كان ألم تشاهد، كانوا يتحدثون لبعضهم البعض، ألم تشاهد كيف كانت الحرفية في أداء المنتخب السعودي في هذه المباراة وهم يسيطرون على البقالة. ليث، طيب ليث فقدنا الاتصال معك في الدوحة. نعود إلى الرياض في عجالة لنرصد هذه اللحظات الأولى لانطلاق الشوط الثاني من المباراة المصرية بين السعودية والمكسيك. نواف عزيز، تفضل. نعم صهيب، بدأت الآن المباراة وكما نشاهد الجماهير تعود للاجتماع في أمام الشاشة العملاقة في فان فيستيفال وفي ملعب جامعة الملك سعود الذي حولته هيئة الترفيه إلى منصة مشاهدة كبرى. سنستطلع الآن بعض آراء بعض الجماهير على الرغم من التركيز مع المباراة، ولكن أهلا وسهلا بك. محاولة سعودية قوية، كيف مضى بالنسبة لك؟ والله الشوط الأول في تحفظ كثير من منتخبنا الوطني، نبغى نحافظ على 3 نقاط ناخذ الهدف إن شاء الله، لكن اليوم حنا الآن على الهواء، المكسيك تقدم 1، لكن إن شاء الله نقدر نعدل إن شاء الله، سجلوا الله. نعم. ناخذ إن شاء الله 3 نقاط ونتأهل الدور الثاني بإذن الله. للأسف صهيب، المكسيك. نعم. يسجل الهدف الأول في شباك المنتخب السعودي. يبدو أن المشهد هنا يتغير والإحباط يبدو على الجماهير السعودية. يعني ما تزال هناك 45 دقيقة ربما أو أكثر متبقي. نعم. والمنتخب. نعم. السعودي أمام الأرجنتين كان قلب المعادلة في الشوط الثاني رغم أنه كان سجل عليه هدف. نتمنى ألا يحبط من هذا الهدف الآن الذي تم تسجيله من قبل منتخب المكسيك. نعم بالتأكيد صهيب، خاصة مع المؤازرة الحكومية للمنتخب السعودي، وكما أشاهد الآن يبدو أن هناك صافرة ولكن لا تزال
المباراة مستمرة. المكسيك سجل الهدف الأول على المنتخب السعودي، بالتأكيد ربما الدعم للاعبين في المنتخب السعودي، الدعم من القيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي التقى بلاعبي المنتخب قبل التوجه إلى قطر، وأكد لهم أن المطلوب منهم هو الاستمتاع باللعب فقط، ليس مطلوب منهم شيء. ربما كانت هذه دفعة كبيرة للفوز على الأرجنتين، وأيضا تقديم أداء جيد أمام بولندا وأيضا أمام المكسيك. أعتقد صهيب أنه حتى في حال الخسارة أمام المكسيك، الجماهير السعودية، الوسط الرياضي، هناك رضا عن ما قدمه المنتخب السعودي ويقدمه المنتخب في كأس العالم. وكما ذكر مدرب المنتخب السعودي بأن المنتخب يكتب تاريخا جديدا بالأداء خلال نواف، وأنا أتابع معك. نعم، نذكر فقط على أنه لا زلنا ننتظر وترقب. التشكيلة السعودية تعاني من غياب لاعبين بارزين بسبب الإصابة والإيقاف، كذلك الآن هناك على ما يبدو رمية حرة ضيعوا. طيب للأسف، معلش يعني نحن نتابع إذا معك يعني ردة مثل يعني ردة فعل ضائع ربما. نعم، إذن ركلة حرة إذن للمنتخب السعودي. نعم، ما تزال هناك فرصة. إذن كنت سأسألك عن غياب اللاعبين، أبرز الغيابات كذلك والإيقاف كذلك، لا أعلم إذا كانت هناك أي أخبار متوافرة كذلك على التشكيلة السعودية نواف في هذه المباراة. نعم بالتأكيد، غياب اللاعبين من المنتخب في المباراة مع الأرجنتين، الشهراني وأيضا كابتن المنتخب ربما كان له تأثير، ولكن هذا التأثير ربما لم يؤثر كثيرا على الأداء أمام بولندا. أيضا المكسيك منتخب قوي، ولا زال المنتخب السعودي يقدم أداء رائع أمام المنتخب المكسيكي. المباراة يعني لا تزال يعني في بداية الشوط الثاني، الجماهير تترقب، الصمت يعني يعم هذا المكان الكبير، الآلاف ربما يتواجدون في هذا المكان، ولكن فعليا لا يزال الترقب مستمر على الرغم من أن المنتخب قام بأداء مرتفع في الشوط الأول، الدفاع كان جيد، إضافة إلى الحارس محمد العويس الذي قدم أداء يعني متميز الصراحة لمحمد العويس. نعم، ولكن رغم ذلك نحن نريد الفوز للمنتخب السعودي. إذن بانتظار إذن نهاية المباراة سنبقى على تواصل تباعا معك نواف، أنت إذن في فان فيستيفال في جامعة الملك سعود في الرياض. شكرا جزيلا لك حتى الآن، وشكرا لليث بزاري كذلك كان معنا من الدوحة. وفي مونديال قطر أحداث عديدة، لكن حدث واحد تاريخي، مباريات كأس العالم للرجال بقيادة طاقم تحكيمي نسائي خالص لأول مرة في تاريخ كرة القدم، إذ ستصبح الفرنسية ستيفاني فيربار أول حكم تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن أنه تم تعيين فيربار لقيادة مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس القادم، وأدرجت الفرنسية ستيفاني والرواندية سليمة موغانسانغا إلى جانب اليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارتهم الفيفا لمونديال قطر، بالإضافة إلى الحكام المساعدات وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال. بعد قليل في أخبار الساعة، أوكرانيا تستحضر أسلحة من الحقبة السوفيتية في حرب القرن 21، القصة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. من البغدادي إلى القرشي، أصبح تنظيم داعش فريسة سهلة بيد الأمريكيين. المتحدث باسم تنظيم داعش يقر في كلمة صوتية بمقتل زعيم التنظيم أبو حسن القرشي الذي تم اختياره زعيما للتنظيم في 10 مارس الماضي، واختيار أبو الحسن الحسين القرشي خلفا له. وذكر مسؤولون غربيون حينها أنه كان مساعدا لأبي بكر البغدادي، وكان مرافقا له ومستشارا كذلك في الشؤون الدينية
كما ظل لفترة طويلة رئيسا لمجلس شورى داعش حسب بيان القيادة المركزية. وإلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، أصيب موظف بانفجار رسالة مفخخة في السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على محيط السفارة معلنة عن فتح تحقيق بالحادثة. وفي أول تعليق على الانفجار، طالب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بزيادة إجراءات حماية المباني الدبلوماسية والقنصلية الأوكرانية. وفي آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا، لا تزال المعارك محتدمة، وفي شرقي البلاد تقدم الروسي ومطالب أوكرانية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن السيطرة على قرى بيلغروفكا وبيرشي ترافنيا في دونيتسك بالكامل، مشيرة إلى أنه تم قصف 79 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 157 مقاطعة. في المقابل، طالب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بتزويد بلاده بدبابات غربية في أسرع وقت ممكن. كوليبا قال خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده تبحث مع ألمانيا سبل تزويدها بمنظومة باتريوت الصاروخية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن الرئيس الروسي يستهدف الشعب الأوكراني بوحشية. نستمع. نجتمع في منعطف حرج حيث تواصل أوكرانيا اغتنام الزخم في ساحة المعركة. وركز الرئيس بوتين غضبه ونيرانه على السكان المدنيين في أوكرانيا على مدى الأسابيع العديدة الماضية. قصفت روسيا أكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكراني، مما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام مع انخفاض درجات الحرارة. التدفئة والمياه والكهرباء للأطفال وكبار السن والمرضى، هذه هي أهداف الرئيس بوتين الجديدة. إنه يضربهم بقوة. إن هذه معاملة وحشية لشعب أوكرانيا. هذا وتعهد الناتو بمساعدة مولدوفا، جورجيا والبوسنة والهرسك في مواجهة الضغوط الممارسة عليها من قبل روسيا. فالدرس المستفاد من ملف أوكرانيا هو دعم هذه الدول، هكذا صرح الأمين العام للحلف. نستمع إلى ستولتنبرغ. أعتقد أنه إذا كان هناك درس واحد مستفاد من أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى دعمهم الآن، وكلما زاد الدعم الذي يمكننا تقديمه إلى هذه البلدان المختلفة، ولكن تحت تأثير الضغط الروسي بطرق مختلفة، فإن دعمهم الآن أفضل بكثير مما كان عليه عندما رأينا التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ، تماما كما رأينا مع غزو أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. وأمام أوكرانيا الآن مهمة صعبة، وهي إقناع ألمانيا المترددة بتوفير أنظمة الدفاع الجوي باتريوت كسلاح دفاعي لأوكرانيا، وهذا ما يعمل عليه وزير الخارجية الأوكراني. إذا كانت ألمانيا مستعدة لتزويد بولندا بأنظمة باتريوت ولم يكن لدى بولندا ما يمنع تسليم هذه الأنظمة إلى أوكرانيا، فأعتقد أن الحل بالنسبة للحكومة الألمانية واضح. نحن على استعداد لقبولهم. نحن على استعداد لتشغيل هذه الأنظمة بأكثر الطرق أماناً وفعالية وكفاءة. ومرة أخرى أود أن أكرر أن هذا سلاح دفاعي بحت.
وعلى الرغم من التوتر المتصاعد بين واشنطن وموسكو، عقد اجتماع بين رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريتشكين ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في وقت سابق هذا الشهر. وأوضحت إليزابيث رود القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في موسكو أن الاجتماع بحث القضايا بين البلدين ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا. وفي تصريحات شديدة اللهجة اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن أيضا بمحاولة التلاعب بمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية لصالحها، مؤكدة في الوقت عينه أن بلادها ملتزمة بالمعاهدة رغم ذلك. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 22 مسؤولا أشرفوا على عمليات التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، فضلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي وعشرة حكام مناطق. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات تستهدف كل الذين تسببوا في إرسال آلاف الشباب الروس إلى خطوط المواجهة في الحرب الأوكرانية. لا طالما تطورت أسلحة الحروب مع تطور الزمن، لكن أوكرانيا تخوض حرب القرن 21 بأسلحة من الحقبة السوفيتية. كيف ولماذا؟ القصة الكاملة في التقرير التالي. رغم الدعم العسكري المتواصل والمتزايد لأوكرانيا بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الغربية، إلا أن البلاد التي تخوض حرباً ضارية منذ أواخر فبراير الماضي تعتمد في مواجهتها للقوات الروسية المتفوقة عدداً وعدة على سلاح قديم وقديم جداً، وللدقة سلاح يعود إلى الحقبة السوفيتية يوم كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي. وهنا يبرز تساؤل مهم: كيف يمكن الانتصار في حروب المستقبل بالاعتماد على معدات من القرن العشرين؟ ولماذا تلجأ كييف لسلاح متهالك؟ الإجابة ببساطة أن غالبية ترسانة أوكرانيا العسكرية هي ترسانة روسية أو سوفيتية، منها دبابات T-64 والتي صنعت في ستينات القرن الماضي بمدينة خاركيف، بالإضافة إلى صاروخ كروز KH-35 السوفيتي، إضافة بالطبع إلى السلاح الخفيف وخصوصاً الكلاشينكوف، وهو سلاح قديم نسبياً ومتوسطاً، ومدرعات سوفيتية قديمة بطيئة وتستهلك وقوداً بشكل كبير. كما تبرز شبكة سكك الحديد والقطارات المتهالكة والتي تعود بدورها إلى حقبة المعسكر الشرقي وحلف وارسو الذي سقط من انحلال الاتحاد السوفيتي وتفتته، أمر بات يوجب تحولاً كاملاً في ترسانتها من الحقبة السوفيتية القديمة إلى الغربية الحديثة. لكن أوكرانيا وعلى ضوء إمدادها بأسلحة غربية حديثة بينها مدافع هاوتزر وسيزار ومنظومة صواريخ هيمارس، إضافة إلى منظومات صواريخ ألمانية متقدمة، تثبت فعالية كبيرة في ساحة القتال مدعومة بصور وأحداثيات تقدمها الأقمار الصناعية. في تونس أزمة اقتصادية خانقة وخلاف حول إصلاح المؤسسات العامة ينذر بتأجج التوتر الاجتماعي. جوهر الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية يطالب بها الممولون الدوليون. اتحاد الشغل يعارض بعض الإصلاحات التي تشمل رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وحوكمة المؤسسات العمومية. أما الحكومة فتؤكد أنها لن ترفع الدعم وإنما ستوجهه إلى مستحقيه، وأنها لن تبيع المؤسسات العامة بل ستعيد هيكلتها لإنقاذها من الأزمة المالية. الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي انتقد بشدة من جانبه الحكومة في التفاوض على إصلاح المؤسسات العمومية، قائلا إنها تتحايل لبيعها وتعيش البلاد أزمة مالية خانقة تسببت في ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.2% في سبتمبر وفي نقص المواد الاستهلاكية. معنا من تونس البرلماني التونسي السابق عبد العزيز القطي. أستاذ عبد العزيز أهلا بك، بداية مبروك لتونس الفوز على فرنسا وهذا الخروج المشرف من كأس العالم. ثانيا أسألك عن هذه حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يعرضها الاتحاد التونسي للشغل، ما رأيك فيها؟ شكرا مساء النور وشكرا على التهاني. بالنسبة لما يقع في تونس أو لتصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل، هي لربما تصريحات منتظرة باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يطلب منذ
مدة الجلوس على طاولة الحوار، أعطى بعض التوضيحات حول ما يحدث بين الحكومة والبنك الدولي، ولكن كل هذا يتم في صمت رهيب من قبل الحكومة وعدم توضيح لكل الاتفاقات التي تمت، خاصة وأن البنك الدولي قد وافق على 1.9 مليون دولار لتونس لمدة 4 سنوات. ولكن ما يقوم به الاتحاد اليوم هو الدور الطبيعي لهذه المنظمة العريقة، سواء لمنظورها أو كذلك كصوت للشعب التونسي، باعتبار أن اليوم عدم الوضوح الذي يتسم به المشهد خاصة على مستوى المالي والاقتصادي، عدم الإقرار بأن هناك إصلاحات يجب أن تقوم بها الحكومة من أجل أن يتم الموافقة على القرض من قبل صندوق النقد الدولي، كل هذا يجعل الاتحاد اليوم يشك في نوايا الحكومة ويقوم بدوره الطبيعي، ألا وهو الضغط. وقد قام سيد نور الدين طبوبي بإعطاء مهلة تقريبا لمدة أسبوع إلى الأسبوع المقبل، في وسيتم إلقاء خطاب في ذلك وبعض لربما القرارات للتصعيد، وذلك حتى يطلب من الحكومة أن تجلس معهم على طاولة الحوار بكل جدية والحديث حول الملفات الكبرى. رغم هذا التلويح بالتصعيد ورغم المعارضة من قبل الاتحاد التونسي للشغل، هل ترى أن الحكومة التونسية ماضية في تفعيل هذه الإصلاحات الاقتصادية؟ نعم، هي ماضية لربما، وهناك العديد من البوادر التي تؤكد بأنه قد بدأت فعلا مسألة الترفيع في الأسعار، على خاصة بالنسبة للمواد الطاقية، الارتفاع المشروط في الأسعار الأخرى دون المواد الأخرى الأساسية دون تدخل الدولة، الحديث في بعض الغرف حول خصوصة بعض المؤسسات العمومية، مسألة تسريح الموظفين والتقليص من كتلة الأجور، كل هذا حديث نسمعه ولكن ليست هناك جهات رسمية لتأكيده، ولكن هناك بوادر، وهذا ما يخشاه الاتحاد العام التونسي للشغل وما لربما تريد أن تفعله الحكومة، ولكنها ليست لها لا الجرأة ولا الشفافية الكافية من أجل أن تقدم برنامجا إصلاحيا واضحا يكون فيه الحوار ويكون فيه التنسيق مع الأطراف الاجتماعية، خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهذا ما يجعل هذه الضبابية ويجعل الاتحاد لربما يأخذ هذا الموقف اليوم. أشكرك شكرا جزيلا. من تونس البرلماني التونسي السابق عبد العزيز القطي. ملف إيران النووي، وإن غاب عن المفاوضات العلنية لا يغيب عن الكواليس السياسية. واشنطن ومنذ عودة الاحتجاجات إلى الشارع الإيراني صبت جل اهتمامها على الشأن الداخلي الإيراني على حساب البرنامج النووي المثير للقلق. هذا التحول تنبهت له موسكو، إذ صرح المسؤول بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير ريامكوف أن واشنطن والغرب بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مولي فضلوا مؤخرا الحديث أكثر عن الاحتجاجات وحقوق الإنسان في إيران، بينما يحاولون أن يبدوا هادئين ومبهمين قدر الإمكان فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة والمشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني على حد قوله. أما بملف الاحتجاجات في إيران، النظام الإيراني كعادته لا أسلوب له سوى الترهيب والترويع، والهدف إثبات قبضته الأمنية. منظمة العفو الدولية كشفت عن اعتزام السلطات الإيرانية فرض عقوبات الإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصا. اليوم يواجه 11 آخرون بينهم زوجان المحاكمة أمام محكمة في مدينة كرج بمحافظة البرز. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن القضاء ينوي البت بقرار الحكم بالإعدام بحق المحتجين بتهمة الإفساد في الأرض. التهمة ذاتها التي يوزعها النظام على مناوئيه طالت على الأقل 6 أشخاص بعد الحكم عليهم بالإعدام. Hi.
حصل موقع إيران انترناشونال على نشرة سرية أعدتها وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، نقل فيها عن المرشد علي خامنئي قوله إن الاحتجاجات لن تنتهي قريبا. وتم الكشف عن هذه النشرة السرية نتيجة اختراق مجموعة الهاكرز بلاك ريورد لوكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، وجاء في النص السري أن جهاز المخابرات الروسي نقلا عن التنصت على أجهزة المخابرات الغربية قال إن الشعب الإيراني في حالة ثورة. بعد قليل في أخبار الساعة، من أمريكا إلى أوروبا تواتر التحذيرات لماسك بسبب تويتر والمطالب محاربة التضليل والالتزام بالمعايير. أهلا بكم من جديد. اختتمت المناورات المشتركة الإسرائيلية الأمريكية والتي حاكت سيناريوهات مختلفة في التعامل مع تهديدات ناشئة في المنطقة. وفي إطار المناورات أجرت هيئة الاستخبارات العسكرية تدريبا واسع النطاق حاك معركة في مواجهة دول في دائرة التهديد الثالثة، واختبرت قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية، تحليلها وبلورة الأهداف وتمكين وصول المعلومات الاستخباراتية إلى القوات العملياتية. وتشكل هذه المناورات جزءا أساسيا من التعاون الاستراتيجي المتزايد بين الجيشين في مواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران. إلى أزمة تويتر الآن، حيث شددت وزيرة الخارجية الأمريكية جانيت يالين على ضرورة التزام تويتر بالضوابط والمعايير المحددة للمحتوى. جاء ذلك في تعليقا على قرار تويتر بإلغاء تتبع الأخبار المضللة عن فيروس كورونا والتنبيهات بشأنها، حيث يرى مراقبون أن القرار قد يتسبب في انتشار الوباء وزيادة عدد المرضى به. التحذيرات لماسك تتواتر إذن من البيت الأبيض والخزانة إلى أوروبا كذلك، حيث حذر الاتحاد الأوروبي مالك شركة تويتر إيلون ماسك من اتجاه المنصة لإهمال المعلومات الكاذبة. وأبلغ تيري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية مالك شركة تويتر إيلون ماسك بضرورة اتخاذ إجراءات لضمان الشفافية وحرية التعبير والتعامل مع الأخبار الكاذبة وحملات التضليل. تويتر، المنصة التي باتت تتخبط في العديد من العواصف منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها أكتوبر الماضي، والجديد محللون يتوقعون أنه بحلول 17 من يناير العام المقبل أن يصبح فيه إيلون ماسك المؤثر رقم واحد على تويتر في حال بقي حسابه يجذب المتابعين بنفس الوتيرة. ففعليا حساب ماسك على تويتر له 120 مليون متابع، ما يجعله بالفعل ثاني أكبر الحسابات متابعة على تويتر بعد حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي يتابعه 130 مليون شخص. وفي عقاب الزيادة الفلكية لعدد متابعيه منذ شرائه منصة تويتر، يقول خبراء الإحصاء بموقع سوشال بليد الذي يقوم بتحليل بيانات منصات التواصل الاجتماعي إن ماسك سيصل حتما إلى المرتبة الأولى، وسوف تكون تلك لحظة غير مسبوقة. ولكن في حال أصبح ماسك المدير التنفيذي لتويتر ومؤثره الأبرز في الوقت ذاته، ماذا سيعني ذلك؟ المعلق المختص في شؤون وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا قال إن ماسك يمتلك شخصية مشاكسة واستفزازية للغاية، وبالنسبة للعلامات التجارية ربما ينظر إليه على أنه خطير. أما كيت بيتشيرل المستشارة في مجال التقنيات الناشئة فأكدت أن دمج شخصية المدير التنفيذي مع شخصية المنصة يعرض الحيادية أو التعددية للخطر. مؤشرات عدة باتت تشير إلى الخطر الذي يخيم على المنصة. مسؤول كبير سابق في تويتر اعتبر أن أسلوب الإدارة الدكتاتورية التي يتبعها ماسك يدفع الشركة إلى أخطاء تجارية غير مقصودة. المسؤول أضاف أن طرح شركة وسائل التواصل الاجتماعي الفاشلة لميزة التحقق المدفوعة هو مثال على كارثة مرت وسط الفوضى التي جلبها إيلون ماسك إلى تويتر.
عناوين هنا وهناك في الصحافة الأمريكية تنتقد إيلون ماسك مالك شركة تويتر الجديد لما أجراه من تغييرات اعتبرها البعض صادمة. يويل روث رئيس قسم الثقة والأمان الذي استقال من منصبه بعد استلام ماسك وصفها بغير المتناسقة وقد تؤدي لكوارث. وحسب روث الذي وصف أسلوب إدارة ماسك للشركة بالديكتاتوري، حاول هو وزملائه ثني المالك الجديد عن تنفيذ فكرته بطرح نظام الاشتراك الشهري بالعلامة الزرقاء، لكن مخاطر قرارات إيلون ماسك كبيرة وربما مصيرية. رئيس تحرير قسم التكنولوجيا في الغارديان البريطانية دان ميلمو حذر من تحول المنصة الأشهر في العالم من شركة مربحة إلى أخرى مفلسة، وخصوصا على خلفية انسحاب عدد وازن من المعلنين أو تعليق إعلاناتهم المدفوعة، إضافة بالطبع إلى الأزمة مع أبل التي إلى الآن لم يصدر أي رد منها. وحسب موقع ميديا ماترز قامت 50 من أكبر 100 شركة معلنة في تويتر بوقف التعامل مع المنصة. خسائر جديدة لتويتر بنحو 2 مليار دولار صرفتها هذه المؤسسات عام 2020. لكن إيلون ماسك يهوى الجدل والسير بعكس التيار. عززت هذا التوجه تغريدة له تعهد فيها بنشر تفاصيل عن قمع حرية التعبير التي كانت تقوم بها الإدارة السابقة لتويتر. الأكيد أنه منذ دخول إيلون ماسك إلى تويتر دخلت المنصة الاجتماعية الأكثر انتشاراً حول العالم في نفق أزمات أصبحت تهدد وجودها. أنس نماسي، العربية. بعد عقود من المحاولات الفاشلة، إنجاز طبي كشف عن عقار واعد لعلاج مرض الزهايمر. باحثون أجروا تجارب سريرية على العقار الجديد المسمى ليكانيماب، واصفين الموافقة على هذا الدواء الذي يبطئ من تطور مرض الزهايمر بأنه خطوة تاريخية، حيث أظهر الدواء قدرته على الحد من تراجع المهارات العقلية العامة لمرضى الزهايمر بنسبة 27% على مدار 18 شهرا، وهي نتيجة متواضعة ولكنها مهمة وفق صحيفة الغارديان البريطانية. من جانبه قال مدير معهد أبحاث الخرف في كلية لندن الجامعية باري دي سروبر إن هذا هو الدواء الأول الذي يوفر خيارا علاجيا حقيقيا لمرضى الزهايمر. اقترحت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة لتقليل نفايات التغليف من خلال زيادة المحتوى المعاد تدويره في زجاجات المشروبات البلاستيكية، وأهداف إعادة استخدام الأكواب والمواد المستخدمة للتسليم عبر الإنترنت. بموجب الاقتراح سيطلب من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي 27 تقليل نفايات التغليف للفرد بنسبة 5% بحلول عام 2030 و15% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2018. ويمثل التغليف الآن مشاهدينا 36% من النفايات الصلبة حول العالم. نهاية أخبار الساعة لهذا المساء، تذكير بأبرز العناوين. المكسيك تتقدم بهدفين على السعودية، ولأول مرة بتاريخ كأس العالم طاقم تحكيمي بقيادة نسائية غدا في مباراة ألمانيا كوستاريكا.
من البغدادي إلى القرشي، داعش فريسة سهلة بيد الأمريكيين، والتنظيم يعلن الخليفة الجديد. من البرنامج النووي إلى الاحتجاجات، بوصلة واشنطن الجديدة تجاه طهران وموسكو تنتقد. شكرا لكم على المشاهدة، المزيد دائما على العربية دوت نت وعلى صفحتنا على مواقع التواصل. إلى اللقاء. مستشفى المواساة بالخبر، أول مستشفى في القطاع الخاص، يقدم خدمة استبدال مفصل الركبة باستخدام الروبوت الجراحي من خلال الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي. رحلة علاج أقصر وأسهل. المواساة، خبرة تنبض بالثقة. قيمة عالمية كبيرة لليوم، رخاء وتطور وضعها على خريطة الدول الأولى، لكن المنطقة التي نعيش فيها مليئة بالصراعات، تهديدات إقليمية من دول أخرى، منظمات إرهابية وجماعات مسلحة. كيف يمكن مواجهة هذه الأخطار ومتابعة النمو في آن واحد؟ ما هي التحديات التي تواجهها هذه الدول وهذه المجتمعات؟ هل يمكن المضي قدما في مسار التنمية دون تفكيك الألغام الثقافية وبناء ذهنية حاضنة للتنمية في كل مجالاتها؟ أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي مع أبرز المحللين والمختصين. هذا البرنامج يحاول صحبة ثلة من المعنيين ارتياد هذا الطريق الصعب. الندوة مع بشار الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. حضوره مختلف بسبب الإرث الفني الذي يمتلكه. ولو أنا مش مبسوط ما بعملش حاجة، فأنا مش عايز الدور، أنا مش عايزه، يعني لا أدعي ولا أهتم قوي بفكرة إن أنا عندي قدرة على التقليد، لكن المقاربة جزء من شغل الممثل ومن أدواته. 2013 أنا بالنسبة لي كان خلاص اللي أنا قريته كله خلص، الشعب المصري الآن يكتب شيئا جديدا. سمعت إنه أنت قلت إنه أنت ندمان عن دورك حاتم رشيد في عمارة يعقوبيان، صحيح الكلام؟ فنان المصري المعروف خالد الصاوي في سؤال مباشر. سؤال مباشر مع خالد مدخلي، الجمعة 5:30 على شاشة العربية. صباح العربية رفق قصصكم وقصص العالم. مع كل صباح أنت نقطة البداية. قائمة هدفي بطولة الدوري. ننطلق معا. أول شيء تمارين التحمية. لنتعرف على ثقافات متنوعة. تعطي قد قلبي في قلبي. نتواصل وننشر قصص النجاح.
سنة خير ومحبة وسعادة لمن لديهم الشجاعة. فكرة زرع شريحة في البشر شاهدناها في أعمال سينمائية ودرامية. هي جائزة وحصريا على صباح العربية. التعمق في شغفهم سيكون لدينا مفاجأة من الهيبة اللي حبينا كثير. ونستلهم ممن يعتمدون على مواهبهم. كان موسم الرياض هذا الموسم الترفيهي الأكبر على مستوى على قمة جبل اللوز. إنها البداية الأهم. صوتها يعني الحنين، وهو من الأصوات القادرة على العبور من الماضي إلى الحاضر. نكتب فيها فصلا جديدا لكل يوم. صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هنالك 4 قذائف سقطت اليوم. استأنف اليوم جولة جديدة من المفاوضات الروسية. هل ما زالت طرق الإمداد مفتوحة نحو العاصمة؟ قرابة 20,000 لاجئ يصلون يوميا إلى العاصمة الألمانية ويتم توزيعهم. هل يقول أو يتحدث مسؤولو الناتو من أن هذه الحرب ستطول وتتمدد وتتوسع؟ هنا مدينة ليفيف التي تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين. أي تدخل لحل شمال أساسي معنى ذلك أن الحرب شاملة. الجانب الروسي يصر على أن يكون هناك اعتراف بشبه جزيرة القرم. جو بايدن ممنوع من دخول روسيا، هل من تعليق؟ التفاوض سيكون حول وقت إطلاق النار بمقابل. نحن هنا وسط نهر الدانوب الذي يقطع الأراضي الرومانية عن الأوكرانية منها. الموقف العسكري هو الذي يحدد إلى أين تذهب المفاوضات. كل التطورات العسكرية في الساعات الماضية تقول ماذا بالنهاية؟ سابق المستقبل. موجز الأيام الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه اللحظات انتهت المباراة المصرية بين السعودية والمكسيك بفوز منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف لصالح السعودية، هدف سجله الأخضر السعودي في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. إذن ومشاهدينا، إذن الأرجنتين تصعد إلى الدور الثاني إذن في كأس العالم بعد الفوز على بولندا بهدفين نظيفين. كذلك اليوم مشاهدينا كان منتخب تونس قد فاز على بطل العالم على فرنسا، وكذلك غادر هو الآخر تصفيات كأس العالم.
إذا المشاهدين، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل إلى أوكرانيا عن طريق دولة ثالثة لم يسمها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلاده تبحث مع الحلفاء في الناتو نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا، ما سيغير قواعد اللعبة مع روسيا. وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري طلب وزير الدفاع البولندي من ألمانيا تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرجو مخصصة في الأصل بولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. أكد المتحدث باسم التحالف ضد داعش للعربية أن واشنطن ليست لديها أي معلومات عن عمليات محددة ستقدمها الآن، مشيرا إلى أن تنظيم داعش هو تنظيم خطير، وأن مقتل زعيم داعش أبو الحسن القرشي سيعيق أنشطة داعش الإرهابية في المنطقة. إذن مشاهدينا، كما ذكرت في بداية الموجز، للأسف السعودية إذن تغادر تصفيات كأس العالم بعد فوزها في بداية المونديال على منتخب الأرجنتين. المباراة اليوم المصيرية كانت أمام المكسيك وانتهت قبل لحظات فقط بهدفين مقابل هدف لصالح المكسيك. المزيد بعد قليل في الكأس على العربية مع الزميل عبدالله الدرويش.